مساء الخير عليكم، معاكم مروان من دليزي بويس. الفترة اللي فاتت في تانك نزل كسر السوق وعمل ضجة غريبة جدا في سوق الام تي ال. تانك ده هو دي جي فليفر سايرن في 2، فنزل منه فيرجن 24 و22، فقلنا نعمل كومباريزن ظريفة بما ان احنا جالنا استفسارات كتير ايه الفرق ما بين الاتنين، وزودنا عليهم كمان السايرن في 1 22 اللي هو كان الجي تي اي. فتعالوا ننزل نعمل كلوز اب على الثلاث تانكات ووريكم الفرق ما بينهم ونرجع تاني. وادي معانا التلات تنكات بتوعنا، ده السايرن فيرجن 2 24، ده السايرن فيرجن 1 22، وده السايرن فيرجن 2 22. هنبدأ بالسايرن 24 فيرجن 2، زي ما انتوا شايفين هنا مكتوب سايرن 2 24 ملليمتر، ديزاين باي دي جي فليفر. اول حاجة نفك التانك عشان نعمل كومباريزن ما بين البيلدكس وبعضها. ادي البيلدك بتاعت السايرن 24، دي فتحات الاير فلو، وده المكان اللي بيركب فيه الليدز بتاعت الكويلات بتاعتك، وده الويكينج هولز اللي تحط فيها القطن. ده الفيرجن 2 22، هي نفس البلدك بتاعت ال 24، اختلاف الحجم، نفس الشكل، نفس كل حاجة، نفس الميكانيزم. كده نجيب الفيرجن 1، فك البلدك بتاعته زي ما انتم شايفين في اختلاف ما بين الاثنين او ما بين الثلاثه. الويكينج هولز تعتبر هي بس الفرق الاير فلو بتاعها، زي ما انتم شايفين الاير فلو عامل ازاي، بوست مختلفه طبعا زي ما انتم شايفين. وادي السلوتس بتاعت الاير فلو، نيجي لل 22 الفي 2، ادي الاير فلو سلوتس بتاعته كده مفتوحه على اخرها. زي ما انتم شايفين هنا ادي الاير فلو بتاع السايرن في 2 ال 24 وهو بتاع ال 22، ده لو انت عايز تشرب عليه ريستريكتد مش ام تي ال، بتفتحه على الاخر. والناحية التانية هنا في سلوت لوحدها، دي حضرتك بتظبطها على الفتحة اللي انت عايزها، كده اكبر فتحة، اصغر فتحة سنة، اصغر في اصغر لحد ما توصل لحد ايه اخر واحدة اللي هي الضيقة خالص. هنعمل بيلد على التلات تنكات وهنرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد ما شفنا التلات تنكات كل واحد فيهم البيس داج بتاعته عامله ازاي، الاير فلو بتاعته عامله ازاي، فتحنا قفلنا الكلام ده كله. طيب عشان نعمل كومباريزن صريحه، انا عملت البيلد على التلات تنكات زي بعض، هنستخدم نفس الليكويد. انا استخدمت واير جيج فيب كانتل 26 على دايمتر 3، 8 لفات اري 1 اوم، تمام. هشربه على 15-16 واط على الثلاث تنكات نفس الليكويد. انا بشرب ليكويد بلاك جاك 12 نيكوتين. طيب هنبدا الكومباريزن ما بين الاثنين سايرن، واحد في 1 والفي 2 الاثنين 22 على اضيق فتحه واوسع فتحه ونشوف. ده كان الفي 1، نظبط الفي 2،
مش عارف الصوت باين ولا مش باين، بس فتحه الاضيق فتحه على ال 22 الفي 1 اوسع بكتير جدا ما بين الفي 2. مش عارف هي هتبان في الصوت ولا لا، بس ده الاحساس اللي واصل لي. نتكلم على الفليفر مبدئيا. الفليفر على الفي 2 احسن بمراحل ما بين ما بينهم وبين الفي 1. نيكوتين ديليفري الاثنين قريبين من بعض، بس الفي 2 يكسب. تعالوا نجرب، نفتح اكبر فتحه ونقارن. دي اكيد بنت. هعمل على الفي 2 كمان. انا بالنسبه لي الفي 1 ده يعني يكاد يكون مش ام تي ال، ده بالنسبه لي انا ممكن يكون ريستريكتد، او يعني ساعه لما نزل ممكن يكون كان ام تي ال. بس انا الفي 2 بصراحه الابجريد اللي عملوه ما بين الاثنين في النفس، لا بصراحه الفي 2 يكسب في الحاله دي جدا. طيب زي ما قارنا ما بين الفي 1 والفي 2، هنقارن دلوقتي الفي 2 بالفي 2 24 ب 22. هبدا بال 24، هظبطه على اضيق نفس. جرب ال 22. طيب اول حاجه هنقارنها النفس. بالنسبه لي ال 22 نفسه اضيق حاجه بسيطه جدا ما بينه وما بين ال 24. دلوقتي تعالوا نجرب اوسع نفس هنا واوسع نفس هنا. نفس الفرق تقريبا، الاختلاف حاجه بسيطه جدا ما بين الاثنين. طيب دلوقتي احنا انا هقارن دلوقتي الفليفر ما بين التانكين. هظبط الاير فلو على السيتنج بتاعي انا المفضل عشان اقارن ما بينه ما بين ال 22 وما بين ال 24. انا عن نفسي بحب تاني فتحه من الناحيه الضيقه، فظبطت ده كده. وعلى ال 22 نفس الكلام. ده كان 22. طيب نقارن الفليفر ما بين ال 22 وال 24. انا بالنسبة لي الفليفر على ال 24 انتنس اكتر بحاجة بسيطة. تمام، ال 22 نفسه حلو جدا، فليفر بتاعه مظبوط، بس انا بالنسبة لي ال 24 اعلى. نتكلم على النيكوتين ديليفري. هناخد باف ونشوف على نفس السيت اب اللي انا عامله. ده كان ال 24. نيكوتين ديليفري بصراحة ال 22 يكسب. النيكوتين ديليفري فيه روعة. هو اعلى من ال 24، ال 24 النيكوتين ديليفري بتاعه حلو، بس 22 فعلا النيكوتين ديليفري بتاعه احسن بكتير. كريم تعالى كمل. معلش يا جدعان انا طلعت لكم فجأة، بس مروان افور من كتر النيكوتين، بيشرب نيكوتين 12 ما شاء الله. ايوه كده، انا في حته نص ازاز عشان اخلص الكومبارسن دي. كمل انت بقى. عامة استنوا مننا الفترة الجاية ريفيو ديتيلد اكتر عن السايرن الفي 2، تشوفوا البيلد والويك بتاعه والكلام ده كله. لو عجبك الفيديو انزل اعمل سبسكرايب في اليوتيوب، هنسيب لكم تحت لينكات الفيسبوك بيج والانستجرام اكاونت. كان معاكم كريم ومروان من ذا ليزي بويز، تصبحوا على خير.